للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا شاكر الصفدي رئيس دائرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بنك فلسطين. أهلا بك سيد شاكر. أهلا بك سيد مساكي ومساء جميع المستمعين. أهلا بك. يعني سيد شاكر، مع تجديد النسخة الأولى من برنامج التمويل الأخضر وتوقيع اتفاقية تتضمن النسخة الثانية من هذا البرنامج، يعني ممكن هون إحنا نتساءل ما هي أهم الإنجازات التي حققها البرنامج أولا حتى تجددون هذا الاتفاق؟ هي اتفاقية تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبتشجع المواطنين على التحول للطاقة المتجددة والطاقة النظيفة وبتقلل من إنتاج وبتقلل من استهلاك والاعتماد على الطاقة الكهربائية المتعارف عليها. هذا النوع من المشاريع وبيجي ضمن سياسة بنك فلسطين بالتنمية المستدامة والاستدامة وتشجيع المشاريع الخضراء. احنا في بنك فلسطين من 2011 أطلقنا برنامج القروض الخضراء للاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة، بقوم البنك بتمويلها بنسب تمويل توصل ل 85%. اتفاقية صندف الأولى كانت لتعزيز استراتيجية ومفهوم البنك بالتوجه للتمويل الأخضر. قمنا بتمويل تقريبا 81 مشروع بإجمالي تمويلات 12,500,000 يورو في المرحلة الأولى. كانت شملت الاتفاقية في المرحلة الاتفاقية الأولى تقريبا 81 مستفيد، تنوعت بين الشركات الكبرى والشركات المتوسطة والصغيرة وكذلك الأفراد. النجاح اللي تم تحقيقه في الصندوق الأولى شجع البنك للتوجه للاتفاقية في الصندوق الثاني، وكانت اتفاقية مع دوباركو بمبلغ 30 مليون دولار، تشمل كمان الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى. هذا التمويل بيتم توزيعه للإنرجي إفشنسي، للطاقة، لكفاءة الطاقة، لترشيد الطاقة وكذلك بيتم للطاقة المتجددة بالنوبل. وبيشمل مساعدة تقنية للزبون اللي بيعمل المشروع، وكمان بيشمل على منح بتم صرفها بعد إنجاز المشروع والتأكد من إتمامه، وبيستفيد منها كافة عملاء البنك. يعني سيد شاكر، إلى جانب الدعم المادي الذي يقدمه الخدمات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، ما هي الخدمات الأخرى اللي ممكن أن نستفيد من خبرات والتجارب المشاريع المنفذة من قبل الاتحاد؟ في الحقيقة إلى جانب التمويل المباشر والمساعدة الفنية يوجد منح لتشجيع المنح التي نصرفها بعد إنجاز المشروع للقائمين على المشروع سواء كانوا أفراد أو منشآت صغيرة وشركات كبرى. اللي يميز الصندوق الثاني أنه ركزت بشكل كبير في نسبة المنح على كفاءة الطاقة، أنه التحول إلى لتوفير الطاقة الطاقة بشكل رئيسي، تغيير مثلا خطوط الإنتاج أو أنظمة الإضاءة أو أنظمة الحماية بطريقة توفر الطاقة على المؤسسة أو المنشأة سواء كانت في البيوت أو في الشركات الكبيرة أو في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. فالتشجيع للتوجه لهذا النوع جاء عن طريق تخصيص منح بنسب أعلى لكفاءة. منح أعلى؟ نعم، نسبة المنحة بتكون لمشاريع كفاءة الطاقة أعلى من الطاقة المتجددة للاعتماد على الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء. يعني سيد شاكر، مع بداية عام 2022، يعني هل نقول أن هذه من ضمن استراتيجيات البنك في الاستثمار في الطاقة البديلة، في مشاريع إنتاج الطاقة البديلة؟
نعم، هو بنك فلسطين منذ عام 2011 وتوجهه الاستثمار في الطاقة البديلة والتشجيع على التوجه إلى الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وأتت الاتفاقية صنرف أولى والصنرف الثاني لتكريس رؤية البنك في هذا الموضوع. مدى نجاعة وكفاءة مثل هذه المشاريع في فلسطين؟ هل يمكن تحقيقها فعليا لتصبح هي الطاقة البديلة فعليا عن طاقة الكهرباء اللي طبعا اللي يعني مشكلة كبيرة نواجهها في قطاع الكهرباء وارتفاع أسعارها وخلافه؟ صحيح، هاي المشاريع بتقلل الاعتماد على الطاقة الكهربائية وممكن توفر دخل كمان إذا كان في استثمار في مجال إنتاج الطاقة. بتوفر في فاتورة الكهرباء، نعم صحيح، وممكن أن تستثمر أنت إذا كان عندك توجه للاستثمار في إنتاج الطاقة وبيعها للشركات الكهرباء صاحبة الامتياز. تكاليف إنشاء مثل هذه المشاريع والمعدات الخاصة في الطاقة البديلة هي مكلفة جدا سيد شاكر، صحيح؟ وهناك توجه، غير أنه هناك قطاعات قطاع سواء لمشاريع صغيرة أو متوسطة لهذا النوع من إنتاج الطاقة، هناك توجه فردي أيضا في على مستوى المنازل، ولكن يواجه المواطن أحيانا ارتفاع أسعار هذه المعدات. هل ممكن أن يصبح هناك مثلا توفير أكثر سهولة أكثر في تمويل الأفراد لمثل هذه المشاريع؟ هي تكلفة المعدات تعتمد على نوع المعدات اللي أنت بتستخدمها في تفاوت في ألواح الطاقة الشمسية والمصاف القياس وحتى الكوابل اللي بتستخدمها حسب الشركات المنتجة وحسب المرضى، ممكن من أوروبا أو من الصين أو من تركيا، فبتتفاوت الأسعار. لكن بشكل عام يعني تكلفة الكيلو وات تقريبا 1000 يورو، 1200 دولار. لا، هي مشجعة للاستخدام المنزلي ومشجعة للاستثمار. أنت يعني إذا كانت فاتورة الكهرباء تقريبا بحدود 230 شيكل، ممكن تكون قيمة فاتورة الكهرباء هي قسط للبنك يعني، وأنت بكون عندك بتوفر كهرباء في البيت يعني. ممكن يحصد ثمارها لاحقا، صحيح؟ صحيح، على المدى الطويل. وكمان في تشجيع اكثر انه صار في منحه ممكن تستفيد منها ضمن توقيت الصنرف 2 اللي بتوفر عليك في تكلفه التمويل، يعني تكلفه يعني التمويل في مقابله فوائد وعمولات للبنك. اذا بكون في منحه بتوفر عليك، او قد تكون تكلفه التمويل صفر اذا كان التمويل قصير الامد يعني. شكرا لك السيد شاكر الصفدي، رئيس دائرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بنك فلسطين.